مريم تي في على اسمها سميت وباسمها اقتدت، ومن سنوات حتى الآن كانت خير حاملة لرسالة الرب وأشرس مدافع عن أولاده وخاصة النساء. مع مريم انطلقت الرسالة، شغلت العذراء نطاقا واسعا من إنتاجات القناة، فكانت برامج مثلك يا مريم والعذراء في الكتاب المقدس والعذراء في الكنيسة خير دليل على أن مريم لم يكن مجرد تسمية. ثم شقت طريقها إلى العالم مستعينة بمواقع التواصل الاجتماعي، فقدمت لجمهورها سلسلة هادفة من البرامج الشيقة واختصاصيين محترفين في شتى مواضيع الحياة كالصحة والاقتصاد والفن والسياسة. فمريم تي في ابنة المجتمع، ومنه استمدت محتواها وطروحاتها ووقفت مع ناسه لنصرة قضاياهم وحل مشاكلهم. فكان على الموعد البرنامج الصباحي الاجتماعي الجامع الذي سعى دائما إلى التثقيف ومعالجة المواضيع الآنية عبر استقبال النخبة من أهل الاختصاص، بالإضافة إلى برنامج كوفي بريك الذي رافق المشاهدين لسنوات بصبحية استثنائية تحمل لهم يوميا سلسلة من المعلومات المفيدة والنصائح. أما على صعيد المرأة فمريم تي في هي الصوت الصادح في وجه الظلم والتنميط بلا منافس، باعتبارها دائما في طليعة المشاركين في حملات التوعية والناشرين لكافة النشاطات المتعلقة بتمكين المرأة. وقد عرضت في هذا الإطار عدد كبير من البرامج الموجهة للمرأة حصرا، مثل سيدة الإنتاج الذي يستضيف صفوة النساء اللبنانيات اللامعات ويعرض تجاربهن بمحتوى حصري، وبرنامج فام كلينيك المواكب لجميع المواضيع الصحية التي تعني النساء، وغيرها الكثير من البرامج التي تستهدف بشكل أساسي النهوض بالمجتمع اللبناني ونشر رسالة الرب بأوسع نطاق وأبهى حلة. مريم تي في تأسست بالحب وكبرت بالحب، مكللة باسم أمنا العذراء ومباركة برسالة الرب، ومقاتلة شرسة في معركة الحياة لتحقيق العدالة منذ سنوات طوال وحتى زمن نأمل أن يكون طويلاً.